يشاركني بشدة قبول هذه الجائزة، ويعد هذا التكريم على ما بارز في رحلتي التعليمية، وهو بمثابة شهادة على العمل الجاد والتفاني الذي بذلته في العراق. إن دعمكم وتقديركم يلهمني مواصلة السعي لتحقيق الثمن، وأرجو أن أتقدم بالشكر لجميع أعضاء اللجنة الذين اعتبروا مؤهلا لهذا الثمن. وإنني حقا أقدر هذه الجائزة، وشكرا جزيلا لكم جميعا. وبالأخير هذا الفرح يعود بمؤسسة الطالبة وأبوية وأعضائها، وشكرا لهم أيضا.